التوطين، خلينا نقول الخطوط العريضة للتوطين الخلية. بالبداية قبل ما أدخل بموضوع التوطين، المصارف أنتوا أكيد عندكم معلومات على الأنظمة الشغالة بالمدفوعات، بس قطاع التربية أكيد ما عم بيقولوا إنهم بعيدين أصلا عن القطاع المصرفي، على مود بالأخص المحاسبين آلية رفع الرواتب الشهرية. طبعا احنا كبنك مركزي عندنا ثلاث انظمه رئيسيه شغاله، هي ريال تايم كروسيتا من تسويه ماليه عاليه، وعندنا الاوتوماتيك كليرنج هاوس الاي سي اتش اللي على اساسه بترفعون الرواتب. طبعا احنا بالبدايه اساس وسقف البنك المركزي هو نظام التسويه الاجماليه. اعتبروه السقف او الام بقيه الانظمه. الريال تايم كروسيتر مثل المصارف تعرف هذا الشيء، الادارات العامه الموجوده ببغداد في جميع المصارف جميع القطاعات حساباتها الاساس وين موجوده بالبنك المركزي. البنك المركزي وين فاتح حساباته بهذا النظام الار تي جي اس. هسه احنا فروع المصارف اللي موجوده كمحافظه نينوى وبقيه كل المحافظات، اي مصرف تدخله ما في الار تي جي اس، فقط البنك المركزي ادارات عامه بغداد، واحنا فرع موصل والبصره، لان احنا اصلا بنك مركزي. الار تي جي اس هو الاساس متصل به الاي سي اتش، الاي سي اتش هو جلستين، جلسه المصارف تعرفها 11 ونص اللي تمشي بها الرواتب، انتم كمحاسبين من عم تدفعون الرواتب على المصارف، جلسه تمشي 11 ونص، الجلسه تمشي وقت ونص. فمرات اللي يجوني مثل جماعه على تيستا وما تيستا ويروح للمصرف مثلا يرفع لا يتاخر قبل الوقت، هو هذا الوقت اللي نقصده. من عبر وحده ونص، يعني نصيحه كل الدوائر، من صار عندك وحده وحده وربع اصلا لا تروح للمصرف، لان حتى المصرف اذا رفعها للجهه ترفض، انتهى الدوام. شهر 12 نهايته على شهر واحد احسب هذا الالف ال 5% مالته. نحن ال 5% فقط لاغراض الراتب. الوصي اللي يطلع من عندنا راح يكون هو مدير تنفيذي. ينتظر يعطيهم المهله راح يكون هو مشرف اداري ومالي. اللي هو جميع الصلاحيات راح يكون. فقط على امود انه ترجيع المبالغ للمواطنين. ايضا معامل الموظف فهو حده يعتمد شكو عنده ايرادات يبدي يبيع زين او يسترجع حتى عليها فال 5% العفو يعني فقط يا رب. مشاكل التالف، اخلص من اصدار العمله، حتى احنا كبنك مركزي يعني اصدار عمله هم تكلف، من تتحول كلها اكيد خلينا نقول رقميه وماسترات اكيد يعني تخلينا مشاكل. اذا ما احنا طبقه الموظفين نشجع على هذا الشيء ونبدي هاي البدايه، فانا ما اروح على العامل اللي بالشارع اللي بيتعرف على ماستر وامشي على اي تي ام وظيفه، اذا انا موظفه مع الطبقه هو طبعا ما يطبق. هسه اغلبيه ال خلينا نقول المصارف اكو تجديد صار، اكو اعاده توطين، اكو صار نقل، يعني هسه احنا حتى كبنك مركزي عندي مصرفين ثلاثه دخلوا لي هم اصلا ما موجودين قبل يعني دخلوا وجابوا عروضهم، اكو موظف اقتنع اكو موظف ما اقتنع. اللي اقتنع اللي ما اقتنع ضل على مصرفه القديم، كل من عندي يرتاح. فاحنا الغايه من هاي المحاضره حريه الارتياح.
اكثر من هذا الشيء لا نتدخل ولا نتحكم. حريه الاختيار بالنسبه للمواطن.